كيكة الجبن جدا لذيذة وسهلة. شوف تبارك الرحمن كيف قوامها روعة، صدق إنها وصفة قديمة بس كأنها جديدة. جربوها. في الخلاط نحط 3 بيضات وملعقة صغيرة فانيلا، 3/4 كوب سكر، 4 حبات جبن كريمي، وكوب حليب سايل، و3 كوب زيت، ونخلطها زين. عندي هنا 1.5 كوب دقيق، أنخله مع ملعقة كبيرة بيكنج بودر، بعدين أصب الخليط السائل عليه وأخلطه بهذا الشكل، وأصبه في صينية مدهونة، بعدين أدخل الفرن مسبق التشغيل على درجة حرارة 170 تقريبا من 35 لـ40 دقيقة، يتحمر من فوق ومن تحت. عندي هنا جوز الهند حمصته في المقلاة بدون أي إضافات. أسقي الكيكة بالحليب المحلى المكثف وأرشها بجوز الهند وخلها تبرد شوي، وقطعوها واستمتعوا فيها، لذيذة مع الشاي أو القهوة. وبصحة وهنا.